تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وقيمت مساء اليوم المباراة النهائية على كأس سمو حفظه الله بين فريقي النادي العربي الرياضي ونادي السالمية الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. وقد وصل موكب سموه حفظه الله إلى استاد جابر الأحمد الدولي مساء اليوم، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبد الله الشاهين، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف فيصل اليتيم، ورئيسي مجلس إدارة الناديين المتنافسين على كأس سموه حفظه الله. وشهد المباراة معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وكبار الشيوخ وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد تفضل سمو ولي العهد حفظه الله بتسليم الكأس إلى فريق النادي العربي الرياضي الفائز بكأس سموه الغالية. بدء بمشيئة الله المباراة الثاني على التوالي والثاني في هذه النسخة الخامسة من البطولة للنادي العربي. مبروك للنادي العربي.